معكم اخوتي، سلام يا رب يصاب قلوبكم. بتعرفوا ليش العالم بيحتفل ب 8 اذار بيوم المرأة العالمي؟ هيدي القصة حزينة جدا ولفتت لي نظري كمان حول نضال الانسان بحياته كلها. وعبقول الانسان لانه في كثير عالم بتقول المرأة نص المجتمع والرجال نص المجتمع. انا ما بدي اقول هيك، انا بدي اقول المرأة والرجل هن انسان وهن كل المجتمع. ما بدي افرض اقول المرأة نص والرجال نص، لا، المرأة والرجال هن المجتمع. المرأة مجتمع كامل والرجل مجتمع كامل، اثنيناتهم بيشكلوا المجتمع. انما بذكرى اليوم ب8 اذار صار حادثة كثير مأساوية. هي ب8 اذار سنة 1908، تحديدا ب8 اذار 1908 بامريكا، احد اصحاب المصانع النسيج المجرم قام باغلاق ابواب المصنع لما اعترضوا النسوان واضربوا وقالوا بدنا نحن اجور تساوي اجور الرجل، لانه كانت المراه تقبض اقل. قالوا صاحب المعمل نحن بدنا تزيد لنا معاشنا، فما قبل، اضربوا يوم اثنين ثلاثه، بالاخير سكر المصنع عليهم قد ما انقهر وانه عصب هو وولع المصنع وهن بقلبه. ادى هيدا الامر لوفاه النسوان بقلب المصنع واللي كان عددهم 129 امراه. مات بهيدا اليوم بالمعمل 129 امراه ومهن من جنسيات مختلفة، وصار هيدا اليوم هو رمز وذكرى للظلم اللي عم بتعانيه المرأة على مر العصور. أنا ما برجع بشدد، المرأة مجتمع والرجل مجتمع، هن اثنيناتهم مجتمع، ما في حدا نص. اليوم يوم مرأة عالمي ونتذكر النسوان اللي ماتوا بهيدا المعمل. الله يرحمهم، وسلام ربي يسوع معكم، آمين.